اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو هواش تبع مركز المحموديه محافظه البحيره ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 9/3/2023 وتعالوا نشوفوا المعلم عمرو اللبان بتاع سنديول كفر الشيخ اللي معانا سنار في سوق ابو هواش تبع المحموديه البحيره. صباح الفل يا معلمي. صباح الورد. الله يبارك لك المعلم عمرو اللبان المحترم. يا جماعه عامل ايه غالي؟ والله الحمد لله. السوق عامل ايه النهارده في ابو هواش؟ والله غالي برضه. غالي والله. يعني في مسك سعر تاني؟ مسك سعر برضه. يعني بعد ما ريح اسبوع ريح تاني؟ اي ما لا السوق عرض وطلع. ما كل 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 حي يعني مثلا السوق نزل. ها ليه رده طبعا؟ الله يكرمك. ليه رده؟ بس الرده مش هتيجي اصل ما فيش. ما فيش برضه. مفيش. اللي عنده حاجه يطلعها قبل كده وما فيش. العرض العرض شويه والطلب ياما. العرض شويه والطلب ياما يا جماعه بقى عكس قبل كده. بعد ما كان العرض ياما والطلب شويه بقى العرض شويه والطلب ياما. لا ولما اللحمه هس شويه بقى ب 105 وب 100 ايه؟ طبعا ايه هسه عندنا السوق اسبوع اسبوعي رد اللحم رفح تاني. بكام اللحم النهارده؟ النهارده ب 110. 110 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. 110 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. المعلم عمرو طبعا العجول الذكوره التربيه يا جماعه. اعمار من كام لكام يا معلم عمرو؟ اعمار من 5 اشهر لسنه ونص. من 5 اشهر لسنه ونص بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. زي ما انتم شايفين يا جماعه من 5 شهور لسنة ونص بسم الله ما شاء الله عجول صلاة النبي عليهم. الله أكبر. اللهم صل عليك أنا. مال يا جماعة من المال الطيب بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك أنا. نعم الخمسة دول نتايات بسم الله ما شاء الله. ستة نتايات. أعمارهم قدام على عمرو كده؟ والله هنا مثلا 9 شهور وست شهور وست شهور ماشي واربع شهور واربع شهور ماشي وبرضه اربع شهور واربع شهور برضه بسم الله ما شاء الله. واللي هناك دول بكرة طبعا 3 شهور. الله أكبر. أسعار في الكام في النتايات دي؟ والله أسعار في النتايات بيبدأ من 10 من 97 من 97 لحد 13000 لغايه 13000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. من 97 يا جماعه 7700 ل 13000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. حاجه يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلم عمرو. كره صغيرين هم. الله اكبر. ورينا الذكرين الصغيرين دول. صباح الخير يا معلم. عامل ايه يا غالي؟ سنديول كفر الشيخ يا جماعه الناس. ها؟ الله يبارك لك وعمد سنديول. عمد والله الله يبارك لكم ومالكم طيب. عمرهم قد ايه دول يا معلم عمرو؟ ده برضه 3 اشهر وده مثلا 6 اشهر 7 اشهر. 6 اشهر وثلاث شهور بسم الله ما شاء الله. هو الحجم واحد بس العمر مش واحد صح؟ الله يبارك لك. الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله. الحجم مش واحد ده صغير شويه وده كبير. ماشي احنا بنقول احنا قصدي يعني على الحجم يعني الطويل قد بعض بسم الله ما شاء الله بس العمر مش واحد. مش واحد. الله اكبر. الله اكبر. ده ب 12 ونص 12000 ونص وده ب 10750 10750. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اتفضل يا حاج. الله اكبر. طب الكبار دول يا معلم عمرو؟ الكبار ده اهو ده اهو. والحاج ناصر رجع صار. الحاج ناصر حاج ناصر السوق عامل ايه يا حاج ناصر؟ حاج ناصر تبع البحيره. الله يبارك لك يا حاج ناصر ويصلح حالك يا حاج ناصر. محموديه بحيره. محموديه بحيره يا بلدنا. ده ب 18000 18000 ودول ب 37000. الاثنين ب 37 بسم الله ما شاء الله. الاثنين ب 37 دارك كده حاج بعد اذنك. بعد اذنك يا عمري حاج ناصر كده ودي وش صوره. الله اكبر بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. الله اكبر. الله يبارك لك يا معلم عمرو. معاك حاجه ثاني؟ معايا اثنين عمر 4 شهور. اثنين عمر 4 شهور يا جماعه هم بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. في خليط الفراون ودي خليط الفريزيان. اللهم صل عليك بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. 25850 25850 عمرهم قد ايه كده يا معلم عمرو الذكرين؟ عمرهم مثلا 14 اربع شهور يا جماعه. 25850 850. الله اكبر. 25850 يا جماعه الجوز حلاوه وطعامه بسم الله ما شاء الله. رقبه وفتحه ونظام. رقبه وفتحه ونظام بسم الله ما شاء الله. معلم عمرو اللبان يا جماعه الاسم على مسمى يا جماعه اللبانين. الله يبارك له. الله يبارك له ومصلح حالهم. الله اكبر. الله اكبر. الله ينور عليك يا معلم عمرو. بسم الله ما شاء الله.
قرآن اللبن يعني. الله يبارك لك. ادينا الركعة 010 17 48 49 39 37. اي حد يتواصل معك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. مال طيب يا استاذنا وحضرتك. مال طيب الله يبارك لك. والله بسم الله ما شاء الله. انا عم بص عليهم ثاني. والله اكبر يا جماعة المال بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. انتوا سمحتوا الاسعار بنفسكم يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. شوية عجول بكرة وانتهت صلاة النبي عليه. الله يكون الاشتراك لقناة المعاش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.